الصحافة الورقية في موريتانيا تعاني من منافسة شرسة تفرضها عليها الصحافة الإلكترونية، وأدى هذا إلى اختفاء الكثير من الصحف والجرائد اليومية، وتزداد المخاوف من إمكانية انتهاء الصحافة الورقية في موريتانيا. تابعوا التفاصيل في التقرير التالي. بائع الجريدة هذا لا يعيش أياما زاهرة. تناقصت الأعداد التي يبيعها وسط تراجع عام للصحافة الورقية في موريتانيا. لم يعد القراء أوفياء للجريدة، وتناقصت الجرائد اليومية حتى كادت تختفي وسط منافسة شرسة من الصحافة الإلكترونية، وأصبح الكساد على الطرقات ميزة للجرائد هنا. العارفون بخبايا الصحافة يفسرون تراجع الصحف الورقية بصعوبة الانتظام في صدورها وتكلفتها الباهظة. الصحافة الورقية تعاني، ليس لا تعاني فقط من منافسة الصحافة الإلكترونية، وإنما تعاني أيضا من مشاكل عدة، منها مشاكل مادية، منها مشاكل القراءة، خصوصا في المجتمع الموريتاني. إذا ما قارن الصحافة الموريتانية الورقية بالصحافة الورقية العالمية، فإن الصحافة الورقية الموريتانية أصلا تعاني هي من مشاكل قبل أن تكون الصحافة الإلكترونية موجودة. في مشهد مناقض تماما، تعج مقاهي الانترنت بالرواد الباحثين عن الأخبار في فضاء موريتاني أصبح يضم نحو 200 موقع إخباري موريتاني، ويستقطب المزيد من الشباب الذين يتسمرون لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر بحثا عن الجديد والطريف من أخبار بلدهم التي يتابعونها هنا على مدار الساعة، ويتفاعلون معها ويعتبرون هذه الشاشات مصدرها المفضل. أولا نحن مجتمعنا مجتمع بدوي يعتمد على الثقافة الشفهية، لذلك فإن سرعة نقل الخبر من الصحيفة الإلكترونية أكثر من الانتظار حتى تأتي الصحيفة الورقية بعد يوم من الصدور. لذلك فإن الآن الصحافة الورقية ليست لديها تقاليد، ما عندها تحقيقات ولا عندها، لا تبذل مجهود حتى توازي الصحافة الإلكترونية. تحتل موريتانيا المرتبة الأولى عربيا في حرية التعبير بحسب مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود، لكنها ربما تصبح قريبا أول بلد عربي تختفي فيه الصحافة الورقية التي ظلت لسنوات طويلة وسيلة التعبير الوحيدة في بلد شهد الكثير من الاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية. الأسواق الشعبية تعتبر من المعالم التي تميز مدينة إسطنبول التركية، وهي كثيرة ومتنقلة على مدار الأسبوع، وتلقى شعبية كبيرة لدى الأتراك بسبب تنوعها وأسعارها المنخفضة. جولة في أروقة أسواق إسطنبول في تقرير عدنان الظاهر. بالرغم من مزاحمة الحداثة لملامح التاريخ والتراث القديم في مدينة إسطنبول، إلا أن ذلك لم يمنع الأتراك من تمسكهم بعاداتهم وإرثهم التاريخي. ففي قلب إسطنبول تتواجد الكثير من الأسواق الشعبية، حيث يفترش الباعة فيها الأرصفة لعرض بضاعتهم البسيطة من ألبسة وخضار وفواكه، إضافة إلى مواد غذائية أخرى. وتعد الأسواق الشعبية هذه، أو ما يعرف بالبازار في تركيا، من الملامح المميزة لمدينة إسطنبول، حيث تقام على مدار الأسبوع وفي كل يوم بمنطقة جديدة. أعمل في هذه الأسواق منذ عام 1960. إنه عمل شاق، نعمل لساعات طويلة في الصيف والشتاء. ويرى كثير من الأتراك في هذه الأسواق فرصة جيدة للتسوق نظرا لانخفاض أسعار البضائع والمنتجات هنا مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التجارية الكبرى. تتميز هذه السوق بالبضائع الطازجة وخاصة الخضروات والفواكه، وبأسعار منخفضة عن أسعار المتاجر الكبرى. ويقول المؤرخون إن الأسواق الشعبية في تركيا تعود إلى فترة العهد البيزنطي، وكانت مقتصرة على يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الأحد، حتى سمي هذا اليوم باللغة التركية باسم البازار. وتقوم بلدية إسطنبول بتهيئة بعض أحياء المدينة من أجل البازار، ولديها هيئة تقوم على متابعة عمل السوق بتقديم الخدمات للباعة مقابل ضريبة رمزية.
قد يكون البازار مجرد سوق شعبي في مظهره، لكنه في عرف الأتراك يحمل أهمية اقتصادية وثقافية كبيرة. فبالإضافة إلى تسويق المنتوج المحلي وتوفير فرص عمل للآلاف، يشكل البازار صلة وصل بين الحاضر والماضي وعنصر جذب للسياحة. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول. من منا لا يعرف الجبن الرومي وخاصة في مصر، حيث يتربع هذا النوع من الأجبان على عرش الوجبات الخفيفة وتنتشر صناعته في مختلف المحافظات المصرية. ولكن تبقى الإسكندرية أشهر معاقل صنع الجبن الرومي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. الجبن الرومي أو الجبن التركي كما يسميه أهل مدينة الإسكندرية يعرفه سكان المدن، ولا تخلو منه متاجر التجزئة الكبيرة والصغيرة في عواصم أغلب المحافظات المصرية. يختلف في مذاقه وأيضا في طريقة تصنيعه التي لا تخلو من تعقيدات بسبب مؤثرات الطقس وتقلباته. بس معظم الإنتاج بيكون في شهور اللي بنقول عليه في شهور الشتاء، اللي بنقول عليها جبنة ربيعي، لكمية اللبن بتبقى متوفرة بكثرة، زائد معدلات إنتاج اللبن في الشهور 1 و2.5 و12 بتبقى أعلى من المعدلات، لأن البرسيم لما يمشي من الأرض ودرجة الحرارة لما ترتفع بتأثر على اللي هي البقرة أو الجاموسة يعني، فاللبن يضعف. مدينة الإسكندرية هي الأكثر شهرة بهذا النوع من الجبن، الذي لا يكاد بيت مصري يخلو منه، بل ولا حتى حقائب طلاب المدارس وحقائب الرحلات. المصريون عادة يصفون كل من انتقل إليهم من اليونانيين من أصناف الطعام بأنه رومي، ومن ذلك الجبن الرومي والفلفل الرومي. وتقول روايات إن اليونانيين الذين استوطنوا مصر منذ أواخر القرن 18 هم الذين أدخلوا هذا النوع من الجبن إلى البلاد. الجبن الرومي هو نوع فاخر نسبيا من الطعام على موائد العشاء في المدن، إلا أن إنتاجه يقتصر على عدد صغير من المصانع تملكها غالبا عائلات في الإسكندرية ودمياط والقاهرة، أشهرها عائلة شرابية التي توارثت صناعة هذا النوع من الجبن جيلا بعد آخر. صعب قوي، لأن أنت بتدخل عليها نوعية معينة من اللبن، ليها نسبة ملح معينة، ليها نسبة حرارة معينة. لو أنت طولت الوقت بتاع الحرارة دوت اللبن بيقطع، لو قللت الوقت بتاع الحرارة بتطلع جبنة كأنها شبه الجبنة البيضة، مش أي حد يعملها يعني، لازم العملية ديت محتاجة خبرة ومحتاجة وقت. منذ سنوات طويلة وحتى الآن يحتفظ هذا النوع من الجبن بمذاقه الخاص ويحظى بمكانته الكبيرة على مائدة الطعام المصرية. الورود والزهور هي أهم ما يميز الاحتفالات بعيد الحب، غير أن أجواء الاحتفال بهذا العيد في قطاع غزة مختلف هذه السنة نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السكان. هذه الزهور كانت في الأعوام السابقة تصدر للسوق الأوروبية. إغلاق المعابر دفع أصحاب مزارع الزهور لزراعة أنواع يمكن تسويقها في غزة مع توقف التصدير للخارج. السنة اللي فاتت يعني كثير المزارعين تأثرت، إنه فيش ولا معابر ولا في إشي، وكله كان يرموه الورد القرنفل. كان يعني يزرع المزارع بال50 دولم بال30 دولم بال40 دولم، فيش تصريف لبرا، المعابر دائما تبقى مسكرة. فالسنة هذه انه احنا عملنا كل اشي لحالنا، فيش عندنا تصدير، قد احنا منصدرش كل ولا اشي برا، كله لغزة. الحرب الإسرائيلية والصيف الفائت بددت آمال أصحاب محال بيع الورود في أن يحققوا أرباحا كما الأعوام الماضية حتى في عيد الحب. قبل 20 يوم من عيد الحب كان عبي دفتر كامل، بس حاليا حجوزات عفوا لهدايا لدباديب لضمم ورد، بس في الوقت الحالي ما عبينا ولا دفتر ولا صفحة. الوضع يعني الاقتصاد صعب جدا على الجميع. المواطنون في غزة غالبا تتباين آراؤهم في الاحتفال بعيد الحب لمردودات اجتماعية وأحيانا دينية. الواحد مش لازم يرتبط فيه ب14/2، لأنه مش هو بس لعيد الحب، الواحد لازم يشوف دائما لزوجته لأمه لصاحبه. أسعد حبيب بنعد للواحد ابنه وضناه برضه وراح في الحرب، يعني فيش عيد حب بالنسبة لغزة. وكانت دول مانحة أبرزها هولندا تدعم مشاريع زراعة الزهور، لكنها وحسب وزارة الزراعة تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. رغم هموم الحياة اليومية، إلا أن العديد من سكان قطاع غزة يبدون اهتماما بأي مناسبة قد تخرجهم من واقع حياتهم الصعب. فعيد الحب مثلا لا يمثل وردة تهدى بقدر ما يمثل لهم أملا في مستقبل أفضل. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج صندوق الدنيا. موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.